بديش انحبس، بدي اضل نايع على المدرسة، العب مع اصحابي، اروح مع اولاد عمي، نروح نلعب، اضل نلعب فوتبول مع اصحابي، واضلني بالفريق تبعي. بسمع كتير اشياء انه في ضرب وهذا وتعذيب. ابن عمي امبارح نزل من السجن وصار يحكي انه لو ولد محبوس كان عمره 7 سنين بنهبلوا تنهبل. شو رأيك انت هلا لما اليوم قلت لك هيك بدك تنحبس؟ مش مستوعب الاشي لهلا. كيف حاسس؟ متضايق؟ شو نفسك تسوي؟ كل شي. طب انت مش مركن حالك من الزلمة؟ واذا بحكي يعني فيش اكل وشرب، طب ما انا مركن انك زلمة، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. شد حيلك صح. وانت قدها، مش انت قلت اللي بدنا نكون زلام لهالبلد؟ بكون زلمة بكون قدها. السجن، موت، حياة، مصابين، هذه حياتنا. كل اشي بدل اخسر.